أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. واعلموا أن يومكم هذا يوم الجوائز، من أحسن العمل في رمضان فهو اليوم لأجره حائز، وهو أيضا يوم الرحمة، يتوب الله فيه على المذنبين ويهب فيه المسيئين للمحسنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله في كل ليلة من ليالي رمضان 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الرحمة صفة من صفات الله تعالى، وله منهما اسمان كريمان هما الرحمن الرحيم، وقد أوجبها سبحانه على نفسه فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء. فبرحمته سبحانه ينظر إلينا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وبها ينظر إلينا في شبابنا وقوتنا وأيام شيخوختنا وعجزنا، وبرحمته كذلك يعاملنا عند خروج أرواحنا ولدى وقوفنا بين يديه ليحاسبنا على ما قدمنا من أعمالنا، فيعرفنا بسيئاتنا وحسناتنا، ثم يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكل نعمة أنعم الله بها علينا فهي أثر من آثار رحمته لنا، فالصحة والمال الحلال والزوجة الصالحة والأولاد الصالحون رحمة من الله لنا، والعلم والجاه وراحة البال من رحمة الله لنا، والحكم ونفوذ الكلمة من رحمة الله. ألا فانظروا أيها المسلمون إلى أثر رحمة الله فيكم، في أبدانكم، في أرزاقكم، في أعمالكم، واشكروه فإن تشكروه يرضه لكم. واعلموا أيها المسلمون أن الرحمة فرع من فروع الإيمان، وفضيلة من فضائل الإنسان، رفع الله بها عباده المخلصين وأضافهم إلى ذاته العلية، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والرحمة أيضا مروءة وشهامة تجعل صاحبها يتألم لآلام الآخرين، ويعمل على تخفيف نكباتهم ومسح دموعهم، وتأبى الرحمة عليه أن يترك أخاه الجائع لجوعه، وأخاه المنكوب لنكبته، والمريض لمرضه، بل إن الرحمة تدفعه إلى نجدة المحتاج، وإغاثة الملهوف، وتفريج المكروب. وأرقى أنواع الرحمة ما وافق الشرع الإسلامي، فلا تكون الرحمة إلا في الخير، ولا يرحم المؤمن الظالمين، أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا، ويرتكبون الفواحش، ويخربون الأسر والمجتمعات، ويهتكون الأعراض. فهؤلاء في الإسلام يرجمون ولا يرحمون، وإلا كانت الرحمة مشوهة مقلوبة. قال الله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ومن أحس منا بالقسوة في قلبه وأراد جلب الرحمة إليه فليرحم اليتيم ويمسح رأسه، وليطعمه من طعامه يلين قلبه ويدرك حاجته إن شاء الله. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن الاستغراق في الملذات والشهوات والتنافس في اكتساب الممتلكات والتباهي بالطرف والنعيم أمور تقسي القلوب وتفوت على أصحابها الشعور بألم الآخرين حتى لا تكاد الرحمة تموت في قلوب هذا النوع من الناس. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحض المسلمين على الرحمة: أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى وعفيف متعفف ذو عيال. ومن روائع الدين الإسلامي أن الرحمة فيه تشمل العالمين وكل ما خلق الله في هذا الكون. قال الله تعالى مخاطبا نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وقال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. والملائكة حملة العرش قد أثنوا على الله برحمته قبل أن يسألوه المغفرة للتائبين من عباده، وقالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن المسلمين باعتناقهم الدين الإسلامي قد عرفوا الرحمة والتزموها، فهي في قلوبهم متأصلة إلا من أبى. أما الذين يعرفونها فقط عن طريق جمعيات الرفق بالطيور والقطط والكلاب، فإنهم إذا اقتضت مصالحهم السياسية والاقتصادية والتوسعية إزهاق أرواح الأبرياء وهدم البيوت على الآمنين من الأطفال والنساء، فإنهم لا يتورعون ولا تخفق قلوبهم خفقة رحمة ولا شفقة على المهلكين والمشردين، لأن رحمتهم إنما تهم أشخاصهم وأهاليهم ومن معه يتعاطفون. وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من جف قلبه من الرحمة وعامل الناس بالشدة والغلظة والقسوة عامله الله بمثلها، وقال: من لا يرحم لا يرحم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحمة الضعفاء من كل الأجناس وعلى كل ذي كبد رطبة، وخاصة الصغار والأيتام والأرامل والنساء والعجزة والمعوقين والمرضى والخدم والحشم والأجراء، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. وعن الخدم والحشم قال: إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أما بعد أيها المسلمون، فتدبروا شعائر دينكم تدركوا أنها متبوعة دائما بصور من الإحسان والرحمة. فالصيام الذي أديتموه وأكملتموه أمس متبوع بزكاة الفطر، وثوابه يبقى معلقا لا يرفع إلا بها. فقد أخرج أبو حفص بن شاهين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة. وكلما أمرنا بإقامة الصلاة فإننا نؤمر كذلك بإيتاء الزكاة، وعندما ننهي أعمال الحج فإننا نتبعها بالهدي. وكذلك يتضح للمتأمل البصير أن العبادة في الإسلام ذات شقين: أداء للأفعال والأقوال، وسخاء بالأموال للمحتاجين، وخاصة في يوم العيد لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم عن طواف هذا اليوم. وقد كان أسلافنا رحمهم الله يمدون يد المساعدة للمستضعفين قبل يوم العيد، فإذا جاء يوم العيد علت البسمة الوجوه وعمت الفرحة الجميع، وكان المستضعفون يتصفون بالقناعة ويلزمون بيوتهم يوم العيد. أما الآن فإن أصوات الاستجداء لا تنقطع ليلة العيد وصباحه، فأين هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية؟ أيها المؤمنون والمؤمنات، لا تغفلوا عن واجبكم في التيسير على المعسرين والتفريج على المكروبين والمهمومين في هذا اليوم العظيم. زروهم واقضوا حوائجهم وقدموا جاه رمضان بالعبادة، يعتبرون عباد الزمن لا عباد رب الزمن. وينبغي أن يقال لهم: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يفوت ولا يموت. ألا فلتبقى روح رمضان مهيمنة على النفوس، متحكمة في الأقوال والأفعال والأعمال والتصرفات بعد رمضان. وإذا كانت أماكن اللهو واللغو والفجور قد سدت في رمضان ووقع هجرها وهجر ما يروج فيها، فإن إعادة فتحها وارتيادها والتعامل مع ما فيها يعد مجاهرة لله بالعصيان. فالحرام يا عباد الله حرام في رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان. فالحرام يا عباد الله حرام قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. ألا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المؤمنون، إنكم في هذا المصلى تحضرون حفلة يشارك فيها أهل السماء أهل الأرض، حيث يقدم الصائمون الصادقون لله حصيلة صيامهم وقيامهم في شهر رمضان، فيرضى الله عنهم ويمنحهم جائزة الرضا والقبول. فعن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بالقيام فقمتم،
وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين نصرا تعلو به راية الإسلام والمسلمين، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم احفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه المولى الرشيد وسائر أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإشارة جدير فأنت نعم وبالإجابة جدير فأنت نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأجدادنا ولأحبائنا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له. اللهم اغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد. غفر الله لنا ولكم. Thank you.